مين الفرق انت بتقولي دلوقتي ان بيراميدز من الفرق الصعبه اللي في الدوري، يعني اكيد بتقيس بامكانيات اللعيبه بالحاجات دي هي. كلها، مين فرق تانية بتعاني ده او مش بتعاني قدامها بس ماتشاتها صعبه، طريقه اللعب لا بالكواليتي اللي موجوده؟ دلوقتي في فرق دلوقتي، ما بقاش في فرقة او اتنين او تلاتة او اربعة، لا ده في خمسة وستة وسبعة وتمانية كمان. لا في فرق كبيرة يعني، فيوتشر وفي فاركو وفي في مين تاني، في سموحة، في سموحة وفي الاتحاد المصري، ومصري. في كتير لا فرق، الفرق انت في لو جيت بصيت هتلاقي الفرق، هتلاقي صح. على فكرة الفرق كلها صعبة. اه التدعيمات زي ما قلت لك بجد، التدعيمات الفرق عملتها، لا بقى في صرف من الاخر. بالظبط كده، بس فرق صرف في مكانه نوعا ما، بالظبط كده. اغلب الفرق اه لا عارفة تجيب الفرق مين يعني. عارفة، الفرق دلوقتي عارفة بتجيب مين ومين بيقعد ومين بيمشي لا دلوقتي في الدنيا اتغيرت. طب اطلع بقى من محمد هلال وقول لي، وانت بتتابع الدوري المصري مين المدربين اللي بتشوف ان عندهم حاجة حلوة؟ انت دلوقتي واحد اسمك محمد بتتفرج على الدوري المصري، سيبك بقى من حسابات انه ده المدرب اللي بتاع الفرقة الفلانية، عادي انت واحد اسمك محمد بس. لا في مدربين كتير بصراحة يعني. مين يعني اديني كده اسامي مين عندهم حاجات حلوة بتحب تتفرج على كورتهم يعني؟ تاكس جميل، و بابا فاسيليوس، ماشي، كابتن علي ماهر بيقدم كرة كويسة جدا ومع ماشي فرقة محترمة. جد مين تاني قول لي كده؟ فيريرا اكيد طبعا بيعرف يقرا الماتش بشكل كويس جدا، دي حقيقة. طب خليني انا اقول لك الاسامي وانت قول لي كده زي ما قلنا على فيريرا. عندنا كابتن ايهاب جلال، طبعا شايف مميزاته ايه؟ لا انا بحب طريقته، طريقته في ال في ال في اللعب قراية ال وطريقة لعب يعني، ممكن ما اتمرنتش معاه بس اه فعلا بحب الطريقة اللي بيلعب بيها، ماشي بيقدم كرة بشكل كويس جدا. اوكي يمكن من لما كنا بنلعبهم مثلا، واحنا لما كنت مع وادي دجلة وتاكس هو اللي معانا، كان دايما بيتكلم على كابتن ايهاب، بيتكلم على ايهاب جلال. هو الوحيد اللي كان بيلعب، صح كان بيلعب بطريقة القريبة مننا يعني، اللي هو كان بيلعب كورة وبتاع، فدي كانت حاجة والمصري مدعمين كويس برضو معاه جدا. يعني عاملين فرقة كبيرة. تتوقع ان هما ممكن الحال يتعدل يعني؟ هما برضو البداية ما كانتش حلوة قوي لحد اخر ماتش لما كسبوا ده انفي، لكن طبيعي عشان صفقات كتيرة ولاعيبة ما دخلتش مع بعضها، بيبقى برضو في الأول بيبقى فيه شوية تخبطات، بس أعتقد الدنيا هتمشي يعني. الإسماعيلي شايف الدنيا ازاي؟ لا مش عارف بصراحة يعني، قصدي انت برضو كفرقة يعني برضو مدعمين، لكن برضو إسماعيلي البداية فرقة كبيرة، مش عايزة كلام. بحبهم جدا الصراحة، فرقة دايما كل الناس كانت بتتفرج على الإسماعيلي طبعا والكرة اللي كانوا بيقدموها. طبعا اكيد حصل عندهم تخبطات كتيرة، جابوا لعيبة جديدة ولعيبة كتير وبتاع، زي ما بقولك بتبقى في الاول ان اللعيبة تحفظ بعضها، بيبقى ممكن تاخد فترة صغيرة ممكن تاخد فترة كبيرة، بس هل الفترة الكبيرة دي هتبقى كبيرة قوي لدرجة ان هي خلاص ولا؟ وبرضه لما عندك جمهور ما ينفعش فترة تبقى كبيرة، الجمهور ما بالظبط. بيستحملش جمهور يعني، ما الجمهور مش بتاع هيصبر. الاسماعيلي مستحيل ان هو يستحمل، طبعا ده حقيقي. لا الموضوع بيبقى صعب مع الجمهور.